بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله، أنت الذي لولاك ما خلق امرء كلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحماك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، مرة أخرى من ساحة القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود رجب عبد العالي. علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي والمقيم بالغطوري مركز منيا القمح شرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت للسماء سبعين للمئة
والسلام. لا تقبل عينيك إلى ما مت على بي أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك Let's
الله. صلى الله عليه وسلم. وقل إني أنا النذير المبين. كما يجعلون مع الله إلها آخر.
فسبح بحمد ربك صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك يا
Oh,
والأنعام خلقها السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق تعالى ما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء
فيها جبال حيلة ريحون وحيلة السرح.
يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء من عمد ومشايخ واهالي القرى المجاوره، وبذلك عبر رصيد موجات اذاعتنا الدوليه من تقارب الاذاعات الخارجيه اداره محمد السيد عبد الوهاب المقيم بشيخ خايف مركز زقازيق، مخازي فراش الكفر قصور الضيافه المتنقله اداره علم الجمهوريه الحاج محروس الصغير واخيه الحاج سامي المقيم بشارع فاروق بمدينه زقازيق، الخدمه الفندقيه المتميزه اداره المتر ميدو الدولي المقيم بنايوس، مصور هذه الليله المهندس ناصر صلاح المقيم بمدينه الزقازيق. ايها الساده، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.